لأني ممثلة وأؤدي العديد من الأدوار، لذلك أغير من نفسي وستايل شعري حسب الأدوار المختلفة التي أقوم بها، مثل الشعر المتطاير من الهواء. وفي بعض الأوقات أحتاج أداء شخصية مركبة وضروري يظهر فيها ستايل شعري. أعرف أن كل هذا يضر بالشعر، لكني لا أستطيع الاستغناء عن تصفيفه. الآن نقدم كريم الشعر دبر أملا الذي يحتوي على نفس تركيبة زيت شعر الدبر أملا الشهيرة، إنها تركيبة البروتين المركب التي تقوي وتغذي وتصلح الشعر من جذوره إلى أطرافه وتجعله لامعا وقويا. الآن في كل مرة يحصل شعري على التغذية والستايل. كريم الشعر دبر أملا.